حب وبعد احبك اني ميت موت بيك يا غام. حبي ما يوصف الكلام فوق مرحلة الهيام. لو تظل الصورة منك احضن الصورة وانا قصة خيالية عشقنا نموت ذا تعتبر بناية القشلة من البنايات التاريخية التي بنيت على ضفاف نهر دجلة. بنيت في عهد الوالي العثماني محمد نابق باشا سنة 1850. بعدين جاء الوالي مدحت باشا أكمل ما بناه الوالي اللي سبقه. العفو أستاذ، إذا تسمح لي أريد أسأل، يعني هم ليش سموها بهذا الاسم؟ شنو معنات القشلة؟ سؤال وجيه، سؤال كلش حلو، بس قبل ما أجاوبك، أنت شنو تدرسين؟ يعني باحثة تاريخية. دا أقول كل ساعة تسألين. على العموم ما صار شيء. كلمة القشلة كلمة تركية أو عثمانية مكونة من مقطعين عسكري كشلة. هذه المنطقة كانت سابقا سكنة عسكرية، بعدين تحولت إلى سرايا الحكومة. فعسكري كشلة بمرور الزمن ولغة البغداديين ولسهولة اللفظ تحولت من كشلة إلى القشلة. هذا ما معنى القشلة، الثكنة العسكرية. زين، أقدر أسأل بعد سؤال أخير؟ تفضلي. من شنو بنوها وشلون قدرت تظل هيجي طول هاي الفترة؟ سؤال أحلى من اللي قبله. الجواب، الوالي مدحت باشا لما إجا يكمل ما بناه الوالي اللي سبقه محمد نابق باشا جاب أحجار من سور بغداد، يعني بلش قسم من سور بغداد بهذا الحجر وبناء هذا الصرح الكبير اللي قاوم مئات السنين. الفضل يرجع إلى الأحجار التي بني بها سور بغداد القديم. أي بمعنى آخر، الوالي مدحت باشا فلش سور بغداد وبنى هذا الصرح الكبير، فبقت معلم تاريخي من معالم بغداد ومعالم الحكومة الملكية وقبلها العثمانية والتركية. صار مئات السنين، يعني يجي خاصة السواح يجون من كل بلدان العالم يشوفون القشلة شلون منوها طابوا شلون منو يتسامر. حنين بقد هوا بغداد يتعب قلبي واحنا بعد كرهت البعد كافيات هلا بالغالية الطيبة هلا ومليان يا حبيبة مشار بغياب تشاب صار الضحك تمشيبة حنين بقد هوا بغداد يتعب قلبي واحنا بعد كرهت البعد كافيات أني شلون جيت وياك كنت بعيدة عن دنياك وصعب شي تعيش بيوم الحب من زمن ثاني أني شلون جيت وياك كنت بعيدة عن دنياك وصعب شي تعيش بيوم الحب من زمن ثاني الحب شي خيال الحب أني شلون
كنت بعيد عن دنياك وصعب شي تعيش بيوم الحب من زمن ثاني الحب شي خيال الحب لحظة لحظة ترى صوتك كلش حلو أشكرك أنا كنت واقفة هناك سمعتك ده تغني ما حسيت على نفسي إلا وأني ده أغني لا بس صوتك هواية حلو شكرا لا يعني على قدي أنت صوتك أحلى يلا من رخصتك أقدر أتعرف عليك آسف جاوزت حدودي شمس شمس اسمي شمس وأني أمير يجون هذا المكان يوم الجمعة بس أكثرهم يجون بس مرة وبعد ما يجون بس أنا كلش فرحت من شفتك مثلا شكرا لك أنا دا أسوي بحث عن المناطق الأثرية والله هذا عندي معلومات كثير شو هذا الموضوع ليش أنت متواجد هنا يوميا؟ أنت تشتغل هنا؟ إي صدق؟ تابع وزارة السياحة والآثار ولا الإدارة من القشلة؟ أنا حارس القشلة حارس؟ يعني أنت مسؤول على هذا المكان كله؟ يعني أجي الصبح أكنس المكان أهتم بالزرع الساعة عاطلة أصلحها هيش أعتقد أنا وأنت رح نلتقي هواية يعني دا أسوي دراسة عن ساعة القشلة وتاريخ الحكومات اللي تعاقبت عليها ماشي أنا عندي هواية تفاصيل في ذلك مثل إيش؟ مثلا أنت أحلى بنية أنا شايفة القشلة كلها خوش معلومات عندك هاي واحدة تشوفين هذا الورد كله؟ هذا الورد كله أنا أزرعه كل يوم أستنبي أحلى وردة وألفها بقماش أبيض وأنتظر لمدة أنطيها أحلى بنية أعتقد ماكو أجمل من أنك تستحق هاي الوردة كلش حلوة هاي الوردة الله إيش قد طيبة ريحتها طبعاً أتمنى تقدرين تبقين أكثر بس لازم نسد المكان شكراً لك أشكرك على هاي الوردة الحلوة أنا أشكرك بس يعني أنت شخص غريب شوية ليش؟ يعني ما طلبت مني رقم تليفوني الواتساب أو حتى نتواصل أنا ما عندي تليفون بس أحب أتواصل وياك وجه لوجه وأحب أسمع تكات قلبك تدرين
أنا بقى على عينك أحس روحي تطلع من جسمي وتدخل بروحك ومن ترجع لي تحكي لي عليك. اقتنعت. أعتقد أني همنا رح أترك تليفوني. يلا أشوفك باكر. أشوفك باكر. حسيت إنه أنا أخيراً لقيت فارس أحلامي، الشخص اللي دائماً أحلم بيه، مختلف. أقول لك أني باكر عازمتك على مطعم يخبر، شنو رأيك تجي؟ أنا آسف ما أقدر أوفق أشنا، بس إذا تريدين أني أقدر أسمح مكانك وشهر. أوكي أشوفك باكر. بغداد حاليا. شو مال الاجواء الحلوه؟ عبالك فتشي من الخيال، كانه مثل النجوم. هو المكان كان ناقص نجوم من القمر هنا. تدرين انا اعتقد ظلمتش من قلت لك انت احلى بنياني شايفه بالقشره كلها، لان انت احلى بنياني شايفه بعمري كله. الحب فوق الغيم مشاني
علي رسم لوحة وميلة الوان وعيش بنصخ خلاني أنا شلون جيت وياك كنت بعيدة عن دنياك وصعب شي تعيش بيوم الحب من زمن ثاني أنا شلون جيت وياك كنت بعيدة عن دنياك وصعب شي تعيش بيوم الحب من زمن ثاني الحب شي خيال بالعشق راسي من قد ما أحب صار أبيض وأسود إحساسي عش الدنيا بزمان آخر وافتر بالعشق راسي من قد ما أحب صار أبيض وأسود إحساسي شنت وين وإجي عبرت بلا شعور سنين وصعب شي تعيش بيوم الحب من زمن ثاني شنت وين واجيت الوين عبرت بلا شعور سنين وصعب شي تعيش بيوم الحب من زمن ثاني الحب شي خيال الحب شي خيال الحب وصعب شي تعيش اليوم الحب من زمن ثاني بنتي 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 ايش عندك هنا؟ شنو اللي صار؟ شبيك حجي؟ شنو؟ بنتي ما يصير حجي قاعد هنا جابك انتي امير وين حجي وين؟ امير؟ ايه امير يا امير هسه كان هنا امير حارس القشله بنيتي خاف مشتبهه يا امير حجي حارس القشله هسه كنا قاعدين هناك قاعد هناك قلت بنيتي خاف مشتبهه بنيتي ما عندنا امير انا حارس القشله هنا وصار لي 20 سنه هنا ماكو واحد غيري لا لا حجي حارس القشله هسه انا يوميا اشوفه هنا هسه كان وياي انا امير امير بنيتي امير بنتي ارتاحي وخلنا نجيب لك مي بس يا مي حجي لا لا امير هسه كنا قاعدين هناك اكو الطاوله والكراسي مالتنا بعدها هناك بنيتي خلنا نجيب لك مي وارتاحي لا لا ما اريد مي اريد امير امير ارتاحي بنيتي ارتاحي خلنا نجيب لك مي حجي وين رايح امير امير أمير
الحاشي. هذا عينه والي بغداد مسؤول على ساحة القشرة سنة 1865. تشربوا ميج، تشربوا ميج. ويقال إن وراء قصة حزينة. هذا كان يحب وحدة، وهاي الوحدة قصت فصة من ثوبها وشدتها على الوردة مالتها وجابتها وطتها وقالت له قبل ما تذبل الوردة أرجع لك. وظل ينتظر وظل ينتظر وما رجعت له. إيش قام يسوي؟ قام يومية يقطع وردة ويشد عليها وسطة قماش بلكي ترجع له، إلى أن مات. يقولون ظلت روحه عايشة في القشرة ينتظرها. يمكن شفتي يمكن ما شفتي. قام يومية يقطع وردة ويشد عليها وسطة قماش بلكي ترجع له. أجواء ساحرة وقصة حب جديدة وأحداث ممتعة انتظروها غدا في هوى بغداد. من فاته مشاهدة الحلقة فهي موجودة على منصة تين تايم. تتحول في مطبخ أحمد البشير إلى كوميديا بتوليفة رائعة في لخة التالي.